القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في محاولة لتوعية سائقي المركبات العمومية والخصوصية بأهمية إجراء الفحص الشتوي لمركباتهم، جرت فعاليات حملة بدء العمل بالفحص الشتوي في رام الله. هي هذه حملة توعية تبدأ الوزارة في كل سنة من خلال المجلس الأعلى للعبور. هي إرشادات أكثر منها، ما نقدم لهم شيء، بنقدم لهم اللي ما عندوش علبة إسعاف بنعطيه علبة إسعاف، اللي ما عندوش سترة فسفورية زي اللي بلبسوها الإخوة بنعطيها، زائد بنزوده بقائمة بالحاجات اللي لازم يعمل تشيك عليها في سيارته. دوريات الشرطة وسيارات السلامة على الطرق انتشرت على مفارق رام الله ووزعت منشورات لإرشاد المواطنين بعمل صيانة كاملة لمركباتهم. السلامة العامة للسائق، لأبنائه، للمرة، لكل مواطن في الشارع. طبيعة محافظة رام الله هي محافظة مكتظة ويأتيها كل الوافدين، فيجب أن يكون هناك تكثيف للتوعية للسائقين لضرورة فحص مركباتهم. الحملة التي انطلقت بمشاركة كادر من الشرطة ووزارة النقل والمواصلات تأتي تمهيدا لبدء العمل بإجراء الفحص الشتوي للمركبات، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من تشرين الثاني القادم. الحملة شاملة جميع محافظات الوطن وتتم بالتزامن مع جميع محافظات الوطن في جميع أنحاء الوطن من أجل التأكد من سلامة هذه المركبات. وتشمل الحملة كافة المركبات مع التركيز على المركبات المخصصة لنقل الركاب والشاحنات، وذلك للتأكد من صلاحيتها فنيا لمواجهة التغيرات المناخية. مع بدء العد التنازلي لحلول موسم الشتاء لهذا العام، تنفذ الشرطة ووزارة المواصلات حملة الإرشاد والتوعية هذه لما لها من أهمية للحد من حوادث السير وتأهيل المركبات لتكون صالحة للسير على الطرقات العامة. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.